Good morning. How are you? شو؟ بروح دبي. ثاني وثالث ورابع وخامس. خلي ولي. شو أخبارك؟ كل شيء زين؟ تريك لبعت؟ تريك من ريوق إلى ريوقك روحك. مسوي لي تبود اليوم. بي بات سوي أسجل. يعني أسكر هذا سجلته؟ كرهت المكروه. صلاح. تريك من ريوقي؟ لا مسوي كبد اليوم حمسة حمسة كبود تبى ولا ما تبى؟ بعد ما في النار بارد صلاح ما ترياني ما تأخرت هذا أبو ريوق البيت خمير ودنقو طريقة الدنقو المتعارف عليها هاي طاسة خالية لازم تنخذ حبة فلفل وحدة تنحط عليها شوية ماء وتمر زين ما زين ها مسوها شلوا هاي اللبابة مالتها عقوها ونشر حطب دنقوا عليه وشويونة ماء بس الله بارك هاي الطريقة ما يحطون زينة بهرج الفلفل لا لازم يمردون حبة وحدة داخل كان الواحد تهلع ويبى الويمية ما ينكر حال. Good morning مستر صلاح. ما قادر. Good morning how are you؟ تمام. يا مرحبا يا مرحبا أبو أحمد. إيه حافظ على القدلة ما خربت الساعة. علومك؟ تمام. كل شيء زين؟ ما شيء أخبار علوم من مين؟ من ناه؟ ما شيء. كل ما فيك زين يا صلاح. كل ما فيك زين يا أبو أحمد. كريم. كل حال الله كريم نحن ما قلنا إلا الله كريم. آمين. من استوت الدنيا والله كريم. وانت حين تحن علينا من كل ما حد قال لك كلمه قلت له الله كريم انت تتحرها معاي هذه شو عيال قليل ها بعدك تراني ايه كلمني اه ايه كلمني يا سكلمك آه. يعني ما بتكلمني اه زي تو تشيز ويس لا 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 هنا قول تشيز تشيز بس تشيز يعني بعدين يعني ما شاء الله بس مالك بار ترمز يا علو صرت وعيت محسن ولا لا؟ مين يا ابو انا؟ منو بيوعي محسن عيال؟ ديني الجني الجني ها شو اخبارك؟ تمام تصير وياي دبي؟ الحين؟ هي بصير دبي؟ ايه وبتغدى وبرد صح تصير وياي؟ لا انا وبعدين بعدين متى؟ سافر صلاح ليه في بانكوك كلهم يتريونك؟ ايه يقول نحن ضروري نبي نشوف صلاح نعزمه على غداء يودون يبون يشربونك يجونك شوربة توم يوم أيوة توم يوم سوب هل أنت تحب التوم يوم سوب سبايسي ولا نورمال ولا عادية عادية شربها عادية صح اللي بتشو شو يخصك أنت هاي حقي يعني يلا افتحي دوارك هاي هذه بي حمسة لجبود هاي حمسة لجبود هاي حمسة لجبود لا فيها بوي زود صدو ولا شياته كبد حافه رقم واحد ما يبالها هو لا مفروض خبز لكن انا اكلت تهنمون عاده باكلها بسكين وشوكه لابس سكين وخاذ شوكه وشوكه شيء لا صار ولا استوى ثانك يو دواركا ثانك يو يا دواركا ثانك يو حبيبي ثانك يو ترى الكبد ما بلازم ما بقانون ولا بشرع انك يعني ما تاكل الكبود الا بخبز الانسان يسوي دايت ولا شيء يعطيه يخفف يقدر لا حبيبي كل انت كل انت حبيبي كل انت اتريق انت كنت تفاحه خلي طاز اللي عند خلاف انت بحمه وحليس البلدي ان شاء الله باكر ان شاء الله باكر على فكره بعد شيء موضوع داخل ابو ظبي موضوع فعال وايد زين لكل العرب ان شاء الله شرفنا اليوم موضوعنا وايد فعال عن وتيل دبي بكره ان شاء الله سيرتي في ابو ظبي لاحدى الدوائر الرسميه بيكون الموضوع وايد فعال جميل وسيم المسجات التي تخبرون عن الطريقه وحط الطريقه مره ثانيه ابوي الطريقه والعين والخبز كله موجود على الانستغرام لايف اللي على يم حطوه هذا موجود واللي يبى ابوي موجود ويطالع هناك وخلاف ان شاء الله بنقله على الانستغرام هاللي تحت هاي المربعات الصغار وخلاف الله يحفظكم بعد بنزله بعد على اليوتيوب الله يحفظكم رشه الضحى قايل لكم انا من قبل
فينا بوية رشيشة ضحى العالي يشويونك مطر ما شاء الله، بس ما عادي بيتنا نحن، ما يجي عند العرب كلها، بس بيتنا نحن ما شاء الله. هذا مطرنا نحن كل يوم الساعة 10 تينا رشة، والساعة 1 وخلاص الساعة 3، كل رشة 3 دقائق. نعمة يبالها حمد وشكر. السلام عليكم. عليكم السلام. أقدع ناس، أقدع ناس، أحسن ناس ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا خير هو يا خير هو تبارك الرحمن خير الرازقين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها تبارك يا الخبر مدام، قولي هي جميع الرطبان يلا ليدنا الظهر وشي تام منه يلا. محسن خل في بالك 24 ساعة بتم ويا صلاح هناك إن شاء الله. ها صلاح تبغي يمشي وياك هو ولا تبغي أسد؟ لا ما بعيد. منو؟ هذا بعيد عليه. تبغي هو ولا أسد ولا الاثنين مع بعض؟ مع اثنين. اثنينكم يلا اثنينكم. أنت بتدز بخمس دقائق وهو خمس دقائق. مشكلة أنت. هذا؟ هذا. معه. إن شاء الله إن شاء الله حبيبي. هذا. إن شاء الله إن شاء الله أوكي. هلا يلا بعد مره كده صلاح صاحي هذا صاحي هذا صاحي هي شو حبيبي صباغه خليه لا خليه حل. لا لا بسير بانكوك خلي بنا نسوي لك صبغه نسوي كل شيء ترتيب حق بانكوك زين حمد تصبغ شعرك احمر بس صبغ شعره هو احمر محسن بس صبغ شعرك احمر على فكره ليه ان شاء الله هي نعم يا احمر يا ابيض ولا احمر لا ابيض بيش لكن احمر هاي ابيض ابيض الشعر عند صلاح ابيض انت بعد يلا يلا محسن ما شاء الله والله عليك صلاح شو قلت صلاح شو تقول توك لا الحين عني انا شو قلت عني انا زين شو الزين اليوم حلوه هذا زين ابيض هي سويت حلاقه هي حق حق سيره دبي زين تزقريت اللي يصير دبي لازم يصير من زقرت ولا لا يصير يجلس في بيته احسن شكرا يا صلاح اسد سلام عليكم كيف حالك كل شيء زين؟ زين الحمد لله. يلا بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أسد. يا ربي يا صلاح متعني ومتصرف. ايه. زين صلاح؟ جسمه لا تخلون بكان. زين حبيبي؟ ها؟ هذا هذا مال البيت أنا. كل حد مكان صلاح. هذا مال نفرات مسكين. يلا تفاعد تفاعد بلا عن الدار وعن حكامها وعن من سكن فيها. شو بر 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 شو بر بر بعد أخ عليك يا حسنا الله يرحم الله الله يرحم الله يرحم المكروباس الله يرحم المكروباس والله يا محسن أنت الله نيس نبى بالله نيسان نسمه بعد أكيد صباحكم خير صباح تزقريته صباحكم الله يحفظكم صباح واحد نقابض خريج دبي راجي من الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموره ويحفظه في سيرته ورتبه ويوصف ويحفظ أمة محمد أجمعين آمين يا ويلي اللي ما بيقول آمين بارك الله فيك معنوتي لدبي لجل أني مقدم أريد أنضم في عضوية مؤسسة أنشئت أو تأسست سنة 2002 أنا بقيت أني أكون عضو فيها حالي حال غيري اللي سبقوني في العضوية بخبركم الشيء المؤسسة على الله يحفظكم المؤسسة تأسست سنة 2002 شو بخبركم شو الشلجلة تأسست المؤسسة هذه وتخدم أي فئة وخلاص بخبركم
عن مسماها إن شاء الله. أول بادي هدف المؤسسة. هدف المؤسسة وأنشئت على لجل تعزيز مكانة الإمارة، تعزيز مكانة الإمارة لريادة الأعمال وتأسيس المشاريع. من أولويات الله يحفظكم هالمؤسسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الصغيرة والمتوسطة دعمها للنمو والوصول، مش بس للشهرة أو للانتشار في الدولة أو الشرق الأوسط، لا، طموح المؤسسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول للعالمية، وفي منهم وصل للعالمية بالدعم. منذ انشئت المؤسسة وصلت ناس مبتدئين مشاريعهم كانت صغيرة ومتوسطة وصلوا حاليا للعالمية. شو السبب؟ الدعم المتواصل والدعم اللامحدود من استشارات وتوجيه بهدف رفع كفاءة وأداء المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة للوصول للعالمية. مسمى المؤسسة بارك الله فيكم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بارك الله فيكم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي إحدى المؤسسات التي تنتمي إلى دائرة التنمية الاقتصادية، والهدف الرئيسي على الله يحفظكم للمؤسسة هي تنويع الدخل، تنويع مصادر الدخل، وأن تتاح ما بيعني اللي عنده من أول خلاص هاي اللي سووا شركات، لا، يبذلون جهدهم بشتى الطرق لتنمية اللي مؤسسين شركات صغيرة ومتوسطة، يوقفون وياهم بالدعم المادي والمعنوي ويقدمونهم تسهيلات لها أول ما لها آخر. شمنة وش لجل يبون اللي بيأسس مؤسسة جديدة يتأسس مؤسسته هو قوي واقف صلب على أرض صلبة، ياخذ الاستشارات والمشورة من الناس اللي أعرف عنه، ما يطيح في أخطاء شطايحة ناس قبله، فيعطونه ويوجهونه للمستقبل الصح. ما يبون هاك الأول بنادم يغلط عقب يصحح، يغلط عقب يصحح، لا، الحين مدام موجودة هالمؤسسة هذه ترشدك، لأن ما في مجال للغلط حاليا، الوقت يمشي بسرعة، ودبي مثل ما تعرفون كلت بتكون هي رقم واحد، والإمارات ككل هي رقم واحد، وإن شاء الله بتتم رقم واحد دب الحياة. شو السبب؟ على هالأساس أنشئت المراكز هذه، مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنها توقف المؤسسين ليداد بيأسسون شركات جديدة على الطريق المستقيم الصح. ما في مجال انك تخطأ حاليا وبعدين تصحح، هذه كلها خسائر، وهذا كله وقت ويطوف من عمرك انت يا بني آدم ومخاسير، فما في وقت حاليا للمخاسير، لازم كل ربح وإلى الأمام. ما يبون خطوة وراء خطوتين قدام، لا، ليش تخسر هالخطوة اللي للخلف؟ لا، على طول قدام إلى الأمام، تكافح وتجتهد وتاخذ المشورة من المؤسسة هذه اللي هي بتدعمك بالرخص، بتدعمك بكل ما تملك من قوة. احب اعدلكم شو من الدعم اللي المؤسس الجديد اللي تابع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شو من الإعفاءات يحصل وشو يحصل له ما يحصل الغيرة، نسبة لأنك انت مشترك وماخذ عضوية المؤسسة هذه. أنا متعني حمام ضبي لين دبي لجل أني أخذ العضوية، لأن لقيت فيها امتيازات تحصل لي أنا ما تحصل لإنسان ما عنده العضوية. العضوية ما بالله رمسة، العضوية فايدة، شيء
ملموس، شيء ينقبض باليدين لك عائد منه. من الخدمات الله يحفظكم خدمة الإرشاد والتوجيه، خدمة المشورة والتوجيه في مجال ريادة الأعمال للمشاريع المبتدئة والناشئة. يعني ما يعني ما في مجال انك انت تغلط، لان كل هالارشادات ذاهبه وموجوده قدامك، موجوده قدامك، يعني ما يحتاج انك انت تغامر. ما في شيء مغامره، شيء خط مستقيم باهر من بضبي ابد بي. عسير السلع شو اسوي؟ ها ما في مجال الحين انك تغلط. سارد بي شي وديك السلع ولا طريف ولا خط القويفات، شو ساير تسوي؟ انت ساير دبي، سر قدام هذا الطريق قدامك، خبروك هذا واحد وهذا اثنين، واحد زايد واحد يساوي اثنين، نسوي ثلاث، معناتك انت ما معناته انك انت ما تبى النجاح، تبى ترد للخلف، تعفى من الرسوم. اذا انك انت عندك العضويه، اخذت العضويه في مؤسسه محمد براشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه، تعفى من الرسوم. رسوم الرخصة ما تدفعها، الناس كلها تدفع الرخص، مجرد ما تكون أنت عندك العضوية ما تدفع الرخص التكاليف ومصاريف الرخصة، توقف عليك الرخصة بلاش، توقف عليك الرخصة بلاش، مرة ما تدفع درهم. حتى اللي عندهم مشاريع منزلية تدعمهم، تدعمهم المؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تدعم حتى المشاريع المنزلية وتطورها، هبل الدعم، دعم وتطوير، هبل الدعم خذوا، لا دعم وتطوير وإرشاد وتسويق وتعطي حتى القروض، تقرض قرض بيزات وبدون فوائد، هذا وين يحصل؟ لفوا انتوا شرق الارض ومغربها، لفوا الكون كامل، في قرض بدون فوائد؟ ما شيء قرض بدون فوائد. مؤسسة محمد بن راشد للتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعطيك قرض وبدون فوائد، والقروض مبرقة معدالة صفرين ولا ثلاثة، ستة صفار وما فوق، عد وغلط عادة. اي بلاد تسوي هالنمونه؟ قرضك بدون بدون فوائد، اي بنك؟ لا صار بوي، لا في شرق الارض ولا مغربها. هذه خدمه تشكر، يشكرون اولي الامر على اتاحتها للمواطن للاقتراض وتاسيس المؤسسات الصغيره والمتوسطه، والدعم هذا لا محدود، اولا يؤجرون عليه ويشكرون، ينشكرون عليه. لو بنش ناشين يالسين راقدين واعين، نشكر أولي الأمر على إتاحتهم للمساعدات هذه، بعد ما نروم ما نروم نديهم ربع واجبنا، الواجب اللي علينا نحن، ما نروم والله ما نظهر من إزاهم، اللهم لك الحمد. وحتى المناقصات اللي تابعة للدولة والحكومة تساعد في تقديم طلباتكم للانضمام، في تقييم المناقصات وقبولكم، بعد في حال انك انت عندك العضوية تقبل اقلط، انت اللي عندك عضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقبل قبلك قبل غيرك، يحق لك ما لا يحق غيرك، لك الاولوية، كانك انت عندك العضوية انت المبداي، البدوة لك انت انك عندك عضوية، واللي ما عنده بعضوية هذا كعادة ان ما تقدم في المناقصة حد عنده عضوية يعطونه هذاك، لكن ان حد كان عنده العضوية لو مقدم اقل مبلغ هو اللي يعطونه، سب شو عنده العضوية. واشيركم عندهم خدمة بعد تدريب، تدريب رواد الاعمال في برامج تدريبية في مجال الاعمال بهدف تنمية القدرات والكفاءات، يعني ترفع من مستوى حتى اللي عنده خبرة لازم يباله تدريب، ترى حين السوق يوميا تطور باللحظة، مثل العملة سعر البترول يرتفع وينزل، هذا السوق لازم تواكبه بالتدريب، يوميا تطلع خطط جديدة، أمور ونواتك، أشياء وايد كثيرة
نحن ما نعرف عنها، فلذلك لازم الآدمي بين فترة والثانية يدخل مراكز التدريب يثقف عمره، يشوف العرب شو تسوي، السوق شو استوى فيه، شو الجديد، شو الشيء اللي نحن الناس تعرفه ونحن ما نعرفه. فالمؤسسة تأهلكم لأن على أساس أنكم ترتقون بالمواكبة، تأسس فيكم الرغبة وحب الرقي لمواكبة العصر هذا السريع. قطار هذا برق، برق الأول قطار بين فترة من مكان الثاني ساعتين وثلاث واربع، الحين في اليابان هذا القطار مال الطلقة أبدأ قمض برج نص ساعة لين أوساكا، من طوكيو لين أوساكا نص ساعة طلقة، ما يحيلك حتى تتشهد. إلا قال بسم الله، قلت الحمد لله وصلت. فتنمية الله يحفظكم، حب الابتكار واحتضان المؤسسة للمبتكرين اللي مسوي شيء ابتكار فيهم روحهم، حتى لو ما عندك بيزن وعندك مشروع مبتكر، هي تحتضنه مؤسسة محمد بن راشد، لتسمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعني حين مشروع انت عندك شيء فكرة مش موجودة عند حد، بغيت تطورها تعرضها عليهم، ما تعرضها قالوا ان شاء الله وهي والله، نحن الحاضنة، نحتضن مشروعك منذ ولادته، وجهونك للشيء الصح، لكن لازم تبتدي صح، ما تبتدي من شرق ومن غرب، تصير أول بادي عند مؤسسة محمد بن راشد وتطلب العضوية وتعرض عليهم الفكرة، ورب العالمين بيسر أمورك. عقلها نعم، عقلها وتوكل، اتكل على الله سبحانه وتعالى، عقلها وتوكل وسرب ويجد مؤسسة محمد بن راشد. سر للمؤسسة بيحتضرونك ومشروعك وعلمك وخبرك، بيوجهونك للطريق الصح، لا تشاور لا زيد ولا عبيد. المعازيب عاطينكم أبوي مسوي لكم مؤسسة بزمها وعراها بس لخدمتكم، حسب ما تطيحون في أخطاء. الأول في أخطاء شرق وغرب سنين الأولية قبل ما تنشأ المؤسسات هذه، في أخطاء وآلاف الناس بوياهم خطأ، دقوا السنة في دقيقة ودروا بوي بشاريعهم. شو السبب ياهم أخطاء؟ لأن رأس مالهم بهانس وخسروها لأن ما ابتدوا صح. فالحين المؤسسات هذه تعطيكم أول الطريق، تمهد لكم الطريق، تقول لكم توكلوا على الله. أول يوم أحسب بسم الله الرحمن، بعدنا الطارة؟ آه مش شايف ولا راقد؟ لا غائب بصراحة. ها؟ غائب. ليش؟ كده بقى حنية شوي نكيف ونسم وعامل ايه طيب تاني؟ بعد حط هاي مال يدين. الله العظيم انك انت يا معلم الشياك كانوا قدامك. لا اله الا الله. اتكيت انا كنت اتكيت. الله يرحم الميكروباص. بابن 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 بابن. توكتك. والتوكتك. يا ربي يعز من يشاء ويذل من يشاء. اخبار علي شو احيي ظنك؟ الله اعلم بس ظروفه مستشفى دلوقتي منقوط. محسن اي نعم راقد ولا واعي؟ لا راقد. يلا قهوة. أنا يلا. ويلا بيكون ظهرنا اللي هن يا ساير هن يعني هن يا ساير. يلا عادة وين العذاب؟ عذابك مش بصب لك. وين أصب لك؟ شكرا. أحسن ناس. كذب كلوتي. الله إن كذوب. لا مكرم. حسني كأني ضال منك. لا والله ليه يعني. الله لوتي رقم واحد. هل غبرة اللي ما بطايع توجه؟ شفت الغبرة يا محسن؟ لا شيء. من ايه؟ شفتوا اليورب الله عليكم شو مسوي؟ حاطين هذا كريم سمينه على سمية،
وحاطين عليه وانه شامل الضريبه ومن 10 ربيات صكوا لي 100 ما اقول عنكم شيء. جزاهم الله خير ستاربكس. ستاربكس جزاهم الله كل خير. يقضون حوايج اللواد ملا هود ولا هدا تعال ودرع. ومره وانت مطرج ما يحتاج تقولهم ولا تشاورهم ولا شيات. جزاهم الله خير. اي والله خط طويل وانهيله بيس لفن جاي ساير فن جاي جاي فن جاي ساير فن جاي جاي لا بد ولا عذر. بنوصل من ساعة لفينا لفة غلط وين وافي ظهر سيدة 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 يا الله فوق الجسر لفينا لفة غلط صارت ابن شرق وغرب السيارة أبوي والحين تونا عاد حينه نصيب الهدف إن شاء الله يداير عدال برج الساعة الأولي دوار الساعة اللي ما يعرف دوار الساعة ما تدي يد بي هذا اللي على اليسار قصر الشيخة مريم بنت راشد الله يحفظها ويطول بعمرها يا معيت وامطرت يا مملاء الحرارات تظهر من هالبيت من هالقصر ما خلت شرق ولا غرب لين بوظبي توصل الريجات والغديات والعشيات على الله يحفظ الشيخة بنت راشد ويطول بعمرها لا سيدة شو تقول محسن؟ ولك أشوف إيه ولا إيه كل حاجة كويسة لا يمين سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم غلطنا بعد يا الله يا الله غلطنا يا ربي مفروض نسجل الدوار يا حفيد زاد حين من دقيقتين إلى 6 دقائق 5 حين ظهر يمين الدحين خلنا على وكل الله شو بنسوي إلى استرمس وياكم أبوي غلط هذا هني بس لا لا بعد بعد جدام ترى هناك سير 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 ظني ولا غلط؟ ما شاء الله ما عليه بس توجفنا الحين التاني يلا طلعوا كل موقف يلا ولا تتحركون لين ادق لكم تليفون زين؟ وانت هذا ابو جوري اخو خبير الخبير منهل الحين وصلنا وهو يترياني ابو جوري السلام عليكم كيف حالك؟ سلامات كيف الحال؟ كيف الحال؟ هذا ابو جوري الله يحفظكم السلام عليكم ايه زين اخباركم ان شاء الله بخير شو باقي على موضوع بس نطلع عند مؤسسه الشيخ محمد بن راشد لدعم المشاريع زين باقي بس توقيع بس يلا تو انت كيف دخلت كيف سويت الموضوعنا نحن دخلت اونلاين اي دخلت اونلاين سجلت حطيت بياناتك حطيت صوره جوازك صوره هويتك اسمك اللي على الجواز اي بعدين بيظل بس انت تروح تيجي هنا تتوقع يعطوك شوية يعني معلومات خلاص شكرا ابو جوري بارك الله فيك محسن هذا الكوفي ها شا شا شاي يلس ابوي عند الليني ولا يلس عند هذاك اي مكامنها يا انا يا الله يحفظكم حاليا كنت دخلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشوف شوف شوف هذا اول ما طاحت عيني عليه داخل شوف والله عليك اللهم احفظهم يا رب من كل شر وضر هذه طالعة طالعة اعماركم جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم المشاريع هذه اللي تشوفون هذه هي الجائزة شايلين هالمعازيب على الله يحفظهم الله يحفظكم حاليا في الدور الثاني في قرية الأعمال عرف وتعرف العرب منو معاي حياك الله ابو محمد انا احمد ابراهيم قلداري من مؤسسه محمد براشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه والله ونعم ما عليك زود الله طال عمرك زين ان شاء الله اليوم بناخذ جوله ان شاء الله خدمات المؤسسه ان شاء الله وان شاء الله نشوف الخدمات
ان شاء الله يجزاك الله خير. هذه طريقه الحين اول ما تدخل ندخل مكان هذا الاستقبال صحيح؟ تفضل. هذا الاستقبال اي المراجع ويسجل بياناته هنا عندنا عند الموظف او الموظفه اللي تكون هنا موجوده على الريسبشن عقب يرسل في المنطقه هذه. ليش كل شيء مفتوح على بعضه؟ هذا شرط على تكاليف الكوفي، تكاليف ال قاعد يعني هذا هل انتم قاصدين الموضوع هذا؟ لابد ان يعني كل الدوائر الحكوميه تنافس في التميز. نعم. وهذا جزء يعني من التميز ان رائد العمل او المراجع اللي يجيك لازم يكون يعني ماخذ راحته ويحس ان المكان مرتاح فيه على اساس تكون يعني من البدايه بيئه على هالاساس المكاتب يعني كلها طلقه والقعدة كلها هذا نعم. مفتوح على هذه مفتوح على هذه نعم. يعني ما في خصوصية ولا شيء يعني هذا أول لقاء هذا طال عمرك أول شيء أول بادئ إيه المتعامل يجلس أول بادئ من عقب ما يحط ياخذ الرقم نعم. يحط بيانات ويجلس في المنطقة هذه عقب يجي الموظف يعني إحنا طريقة عملنا شوي مختلفة مثلاً. ما يحتاج يعني مثلاً المتعامل اي على اساس انه يارس مثلا في كونتر ويراجع ويحط اوراقه ويحط يجلس ويستريح الموظف هو اللي يظهر له ويجلس وياه في قاعه استماع على اساس يحسسه بالخصوصيه بشكل نعم. كامل ويشرح لك عن الخدمه. فالحين نحن بندخل في غرفه الاجتماع ان شاء الله ونكمل ان شاء الله. حياك تفضل. شكرا جزيلا. تفضل. يمنع منعا باتا من تدخل مع الموظف انك تقبض تليفونات او ترد على تليفوناتك لان وقت الموظف ثمين. فلذلك هاي كلها قرف اجتماعات هاي كلها ان شاء الله نلقط حد يكون مجتمع مع حد هاي موظفه صح؟ اي نعم الموظفه اللي عطت القرار وهاي لك متعاملات نعم نعم ايوه نروح ندخل على حد من الطريق ولا ما بيطيع لان خصوصيه ابو محمد فاحنا انتقلنا نشوف زين هاي غرف كلها اجتماعات شوف هاي غرفة محمد اسمها ورشة ستين نشوفها بعد الغرفة هاي أكبر لأن هاي أبو محمد الغرفة اسمها ورشة ستين الورشة هذه نشرح فيها شو معنى ستين؟ النقاط الرئيسية هذا المتعامل واحد ولا عدة متعاملين؟ لا عدة متعاملين نجلس وياهم نعطيهم النقاط هذه اللي موجودة في نموذج العمل التجاري النقاط الرئيسية اللي لابد أن يركز عليها من البداية اللي هو العميل هي نعم يعني على سبيل المثال شو الفكرة من هم الزبائن المستهدفين كيف قنوات الاتصال الأنشطة الرئيسية التكاليف الأشياء هذه يعني بشكل عام مثلا الحين الشخصين هاللي عاطينا ظهرهم ظهورهم هاي الموظفين وهذاك المتعامل هي نعم ما صورتك لا تحاتين انا بالعكس ودي اظهر معك ما شاء الله ما شاء الله انت من هالوين انا من السعوديه والله والنعم ما شاء الله ما شاء الله يعني ودي اشارك كمان حقتنا الشركه وعن ايش افكارها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل هذا ان شاء الله بيجي هناك وين جالسه وبرمس وياك مرحبا بسهله بنتي مرحبا الحين صدفه ان الحرمه هاي عرفت البنيه من هالسعوديه هل انتم مجال خدماتكم للدول مجلس التعاون والناس كلها الاجانب ولا شو؟ نحن ابو محمد عندنا خدمات للاماراتيين وللخليجيين ولكل الجنسيات سبحان الله جزاكم الله خير حفظكم عميلات هنتين خصوصية لهن بطريقة فظيعة يعني مثلا طلبا اللي اتيهن حرمة وطلبا اللي ما يجيهم ريال وهذا كله ارضاء لرغبتهن يتمن وبتيهن حرمة حالهن من حال بعض يعني ما يبى الريال يجلس يرمس وياهن وياخذ يعطي في الكلام فلذلك الخدمة اللي موجودة عندهم حتى خدمة نسائية موجودة واللي تبى ريال يفهمها موجودة تبى حرمة تفهمها موجود يعني كل الأذواق مرضاي جزاكنا الله خير يلا يسر عليك طالت أعماركم غرفة الاجتماعات اللي أنا بدخل فيها أنا وشريكي وبنجلس مع الجماعة اللي هو الأخ أحمد إبراهيم وأبو راشد
مع شريك بجوري، فبنجلس نحن هنا بنجتمع وياهم وبنطالع بنخبرهم احنا شو نريد وهم شو يبون وشو بنشرح الخدمات يعني بشكل عام وشو الشيء اللي بنتفق عليه ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير. دخلنا الحين هني مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نزيل. هذا اللي تشوفه هنا. هاي كل خدمات المؤسسة. طبعا أطلق اسمه الشيخ محمد بن راشد في سنة 2002 مثل ما هو مكتوب هنا. هي. عقب يجونا الشباب بأفكارهم. نحن نسمع لأفكارهم ويبدأ شوي شوي دعم. نعم. إذا كان دعم معنوي هي. أو إذا كان دعم مادي أو اثنين مع بعض. نعم. عقب يبدأ يتطور. نزيل. يتطور الى اول شيء اللي هو الدي اي اللي هو اكاديميه دبي لرياده الاعمال. نعم. تدريبات عقب يتخرج الى شخص يعني اللهم صل على النبي تاجر من الشركات الصغيره. نعم. ويبدا يتطور في ندخل عاد في العقود الحكوميه فيصير من الشركات المتوسطه وعقب يتخرج من المؤسسه بالشركات الكبيره. سبحان الله. هيلا. وهذا كله مقابل شو؟ مقابل شو اللي بتستفيدونه انتم؟ نحن الفايده لنا يوم نشوف الشاب المواطن. نعم. يحط مجهوده في شغله ويسوي له بزنس ويطور منه. دعم المواطن في الدوله. يعني انتم هدفكم هدف انشاء المؤسسه ان الشخص ما يقع في اخطاء. نعم. فنحن نحاول قد ما نقدر ان يتجاوز الاخطاء هاي كلها ونحاول نسوي له ربط من بينه وبين الدوائر الحكوميه ويجيب له عقود في المشتريات ونقول له شو العقبات اللي ممكن تواجهه وكيف تدللونها وكيف يتعداها. سبحان الله. نعم. فعندنا من التطوير ونبدا حتى في المدارس نوصل لين الطلاب. نعم. نعلمهم نشوف شو افكارهم ننمي افكارهم. يعني كل طالب له فكرة معينة. نعم. كل طالب له توجه معين. كل. نعم. طالب عنده شيء يحبه هو صغير يحب يشتغل فيه. فكيف أنت تنمي له الشغلة هذه؟ نعم. وطبعا هذا كله من يعني نحن نتبع تعليمات القيادة العليا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. يا الله يحفظه. بتطوير الشباب والكادر الوطني وإنشاء أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة المتوسطة اللي تفيد الحكومة. سبحان الله. الله يطول بعمر ابو راشد ويحفظه ويطول بعمره ويزاكم الله خير. انتم ماجورين على الجهد اللي تقومون فيه. الحمد لله. جزاكم الله خير. احمد ابراهيم مدير قسم الاستشاره والتطوير في مؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. طال عمرك حين سجلنا اونلاين وخلصنا وينا وحطينا الهويه ودخلنا وياكم غرفه الاجتماع. الحين انت ليش جايب لنا غرفه الاجتماع؟ أبو محمد الحين في المرحلة هذه بعد موضوع التسجيل نجلس مع رائد العمل. نعم. أشرح له عن خدمات المؤسسة بشكل كامل. نعم. كذلك نسمع من رائد العمل شو المشروع اللي عنده إذا كان مثلا مشروع قائم. نعم. ناخذ تفاصيله وإذا كان مشروع جديد نحاول ندخل في التفاصيل اللي موجودة عنده وكيف ممكن أن نحن نطور في المشروع هذا أكثر. نحن مشروعنا قائم. نعم. قائم من كم شهر بجوني؟ أربع خمس شهور قائم ومكتب وعلم وخبر وعندنا شغل وما شاء الله ماشيين من أروع ما يكون. لكن نحن طمعان عندنا طمع أن نحن نكون عضو في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا للخدمات أو الإغراءات اللي سمعنا من ناس وايد قالوا لنا كيف انتم مش ما عندكم عضويه. نعم. نحن شو الشيء اللي بنحصله منكم ان قدمنا وحصلنا العضويه؟ شيء تسهيلات، شيء اعفاءات. نعم. شو انا رمست وانا جاي اخذت فكره عامه من الجماعه. نعم. لكن ما عندي 100% عن المعلومات هاي اللي انا اخذتها. فيا ريت لو تنورنا وتنور. صح. الجماعه اللي يسمعون ولهم غرض في الوصول الى هالمكان ان شاء الله. ابو محمد نحن عفوا مثل ما تفضلت انت بخصوص المشروع عندك قائم في عندنا خدمات تستفيد منها المشاريع القائمه مثل عندك موضوع الاعفاء على تجديد الرخصه القائمه اللي عندك الحين على سبيل المثال انت اليوم اصدرت الرخصه. نعم. دفعت رسوم. اي نعم دفعت رسوم. لكن في المستقبل ان شاء الله وقت تجديد بتقدم عندنا ان شاء الله بتحصل على
اعفاء من رسوم تجديد يعني ما بندفع الرسوم. نعم في السنين الجايه ان شاء الله ما بتدفع رسوم. طبعا في اول 5 سنين من المشروع، على سبيل المثال انت اليوم قدمت عندنا مثلا في المؤسسه تستفيد 4 سنوات، لان انت اوريدي السنه الاولى دفعت قامضاتني والله كان تبصل ما بتردونها. المشروع الجاي ان شاء الله من بدايته عن طريق المؤسسة. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انت او كل مواطن له رخصتين عن طريق المؤسسه، كانت رخصه واحده وتوجيهات ساميه من صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه ويطول بعمره، زيادة الرخصة بزيادة الإعفاء من رخصة واحدة إلى رخصتين ما شاء الله. كانت مدة الإعفاء 3 سنوات أصبحت 5 سنوات. تبارك الرحمن الله يحفظهم الشيوخ. أحمد إبراهيم صح؟ نعم. أحمد كم لك في المؤسسة؟ أنا الحمد لله كملت 10 سنوات في مؤسسة محمد. ما شاء الله يلا الله يحفظك. الحين بس بنكمل عن الخدمات الثانية إن شاء الله. تفضل. عندنا مثل ما شرحنا أول شيء الإعفاء يعني من رسوم التراخيص لمدة 5 سنوات، يعفي الشخص من رسوم الدائرة الاقتصادية لمدة 5 سنوات. زين. هاي خدمة. عندنا كذلك خدمة الإعفاء على ضمانات وزارة العمل اللي هي 3000 على كل موظف. نعم. كذلك اللي يقدم عندنا يحصل على الإعفاء هذا. والله نعم. بالله صبر الحين أنت دفعناها نحن هاي كلها بس بيرجعونا إياها، ما طلع قرار جديد رجعوهم حاليا لكل الناس. صدق والله؟ ايوه لكل الناس حاليا يعني القرار نزل نعم، لكن تطبيقه بعد ما تم، ولكن ممكن انك تقدم على الاعفاء عن طريق المؤسسه. بالله هل تنسى حلو ولا ما بحلو؟ حلو كثير. الحين هو يقول لك تقدر تقدم عن طريق المؤسسه، يعني موضوع ثابت، بس عن طريق القرار لسه ما للحين ما تطبق يعني. بس قرار خلاص القرار صدر، لكن هل ان تطبق؟ بعد يعني بعد يعني ياخذ اعاده ترتيب امور كيف الاليه بتتم عند اخوان الوزاره. لان هذاك الوقت نحن لا زلنا نعطي الاعفاء اللي هو لوزاره ما شاء الله. والله زين هالخبر حلو. نحن بالك دفعنا حق كم موظف الحين؟ 4-5. يا ربي المخاسر ما اكثر يعني 4-3 ب 5000. اي والله همجه ردوه انت خي والديك ان شاء الله. انا فرحت كثير بعد القرار يعني. شيوخنا معازيفنا دوم هم ابوي قراراتهم مفرحه مفرحه لشعبهم، نحن ابوي ناس نستاهل وهم يرومون. يا الله يحافظهم. ابو شهاب شو الشيء بعد اللي الاعضاء يستفيدونه؟ الاستفاده ثاني شيء. نعم ابو محمد، في عندنا برنامج اسمه برنامج المشتريات الحكوميه، هذا طبعا مرسوم صادر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بتخصيص نسبة 10% من مشتريات الدوائر الحكومية المحلية عن طريق أعضاء المؤسسة. يعني كيف؟ اليوم مثلا في مشتريات معينة مثلا في دائرة من الدوائر المحلية، مثلا دائرة الأشغال مثلا، هي نعم، أو خلينا نقول مثلا البلدية أو هيئة الصحة اللي هي لا بد أن تخصص نسبة 10% من مشترياتها السنوية تأخذ عن طريق أعضاء المؤسسة. تلزم الدوائر المحلية انكم انتم يا الدوائر المحلية لا تصيرون شرق وغرب. نعم. اخذوا من اللي عندهم عضوية مؤسسة محمد بن راشد. نعم. هذا طبعا يتم من خلال موقع اسمه تجاري.com. موقع تجاري هذا تنزل في المناقصة، يعني اللي عنده عضوية يحصل اولويه في جميع المناقصات، 10% من المناقصات اللي في جميع الدوائر المحلية. نعم. في كنت يا إمارة دبي. نعم. 10% من المشتريات من جميع الدوائر. نعم. اللي مجرد ما يكون عنده العضوية هاي اللي نحن جايين عسبها. نعم. اللي بتعطونا إياها. نعم. وقعنا الأوراق بتعطونا عضويتنا. إن شاء الله. متى؟ إن شاء الله. جري إن شاء الله، أول ما نخلص إن شاء الله يوصلك إيميل بالعضوية. إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. سمعت أحمد صح؟ أحمد سمعت إن عندكم أكاديمية. نعم. شو شغلة الأكاديمية هذه؟ نعم. أو شو اللي تقومون فيه من الخدمات؟ نعم. الأكاديمية هي اسمها أكاديمية تدبي لريادة الأعمال. نعم. طبعا هي ذراع تعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. زين. تقوم من المستفيد منها؟ كل فئات المجتمع ممكن يقدمون فيها. نعم. يعني ما بلازم الشخص يكون مواطن أو خليجي، لا، حتى من كل الجنسيات ممكن أن يقدم في الأكاديمية هذه. نعم. الأكاديمية تقدم دورات في مجال ريادة الأعمال بشكل لها شروط الأكاديمية؟
لا ما لها شروط، سواء الشخص كان عنده مشروع او انه حاب يفتح مشروع ممكن انه يقدم. نعم. في الاكاديميه. نعم. واسعارها تكون مدعومه من المؤسسه، وفي كذلك دورات مجانيه ما شاء الله. سؤالك؟ نعم. ليش تنسى اسمك محمد؟ شكلك ما بمال احمد. شكلي شو؟ عمار. الله. ياسر. ياسر. طه. طول عمرك. احمد مال واحد شي طويل وفي لحيته شوي فيها بياض. سبحان الله. طول عمرك. ما يطيح عليك هالاسم. سامحني عاد. لا بالحلقه. الله يحفظك. احمد. نعم. شو ما بقى احمد هذه؟ مال الاكاديميه. الاكاديميه اللي هو dea.ae. مره ثانيه. dea. .ae يسجل من خلال الموقع هذا ويشوف الدورات اللي متوفره خلال الفترات. شيء دورات يعني؟ نعم دورات. ما بدوره واحده؟ اي نعم كثير من الدورات، في منها يوميه في اسبوعيه في لمده شهر واكثر. ما شاء الله. نعم في كذلك عندنا دبلوم اسمه دبلوم رياده الاعمال، يعطيك اساسيات رياده الاعمال خلال فتره يعني كم؟ خلال 3 شهور تقريبا. ما شاء الله. اي نعم ممكن نقدم من خلال الموقع. الموقع اللي هو DEA هذا مكتوب هنا عندنا اللي هو DEA.AE. بارك الله فيك. منو تمولون انتم؟ يقولون في تمويل عندكم. يظهر من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عندكم تمويل. تمويل منو؟ نحن طال عمرك نمول المشاريع الجديدة او القائمة. نعم. يعني على سبيل المثال اليوم انا توني بقدم على المشروع ممكن اقدم على التمويل، توني ببدا في المشروع ممكن اقدم على التمويل. واذا كان مشروع قائم مثلي انا ممكن الواحد يقدم على مشروع قائم اذا كان عمر المشروع تحت 5 سنوات. ايوه المهم ما يزيد على 5 سنوات. اذا ما زاد على 5 سنوات ممكن يقدم على المؤسسة. بارك الله فيك. في ضروره لسن معين للي بيقدم على العضويه كتاجر او تاجره؟ لا محمد ما عندنا يعني اي عمر معين، بس مجرد انه يكون مكمل السنه القانوني اللي هو فوق 18 سنه. نعم الحمد لله. انا عديت الحمد لله اظني 20 محمد. الله ملكك. الله يطول عمرك. واكثر من كذي ما عندك مشكله اذا كان يعني العمر فوق، حتى لو 60 70 80 حتى لو 120 عادي محمد. تبارك الرحمن. شو الفرق احمد بين المشاريع الصغيره والمتوسطه؟ نعم هني بنشوف محمد. نعم. الفرق بين خلينا نقول مثلا على سبيل المثال في المشاريع التجاريه اذا كان دخلها 3 ملايين واقل تكون متناهيه في الصغر، اذا كان دخلها 50 مليون واقل تكون صغيره. نعم. واذا كان 250 مليون واقل تكون متوسطه. ايوه وهي تدخل كلها فيها اللي هي التجاره وبعدين الصناعه وبعدين الخدمات صح؟ نعم التجاريه ارقامها تختلف والصناعيه غير والخدميه كذلك. على كل حد ونشاطه. نعم. الله يحفظك. تصنيف إمارة دبي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا اللي تشوفونه، هذا تصنيف إمارة دبي. المستفاد من هالكلام وهالحوار أنك أنت تعرف شركتك من أي فئة، عندك متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، في احتمال ما بضروري يكون دخلك أنت 3 مليون، أقل من 3 مليون، حتى لو 300 ألف دخلك، المهم نسبة وتناسب. صح بشار؟ عادل. زين الحمد لله يبوك النصح. 1 2 3 نبتدي الحين في هذه التراويليات. ايه. هاي المؤسسة وهاي خدمات. هاي المؤسسة مثلا عمرك والخدمات اللي نحن تقريبا شرحناها اللي هي موضوع الاستشارة والتوجيه اللي يكون في البداية. زين. مع رائد العمل. زين. كذلك الإعفاء من الرسوم. نعم. عندك كذلك موضوع التمويل وبرنامج المشتريات الحكومية. نعم. هذا والترويج التجاري لأعضاء المؤسسة سواء زي. في المعارض داخل وخارج الدولة. في تسويق؟ هي نعم. والله. هي نعم أكيد. يا ربي كملكم اللجر. كملكم اللجر. الله يطول عمر الشيوخ ما قصر. آمين يا الله يا رب تحفظهم. الحمد لله. عندنا طال عمرك خدمة الترويج التجاري داخل وخارج الدولة. نعم. معارض بالتعاون مع المعارض. المحلية والدولية. نعم المحلية والدولية. ما شاء الله. في مشاريع في معارض تقام خارج الدولة ونحن نبعث أعضائنا للخارج ممكن يشاركون فيها. جزاكم الله خير. طبعا الحمد لله هذا كله يلقى الحمد لله متابعة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والاهتمام بالنتائج والمبادرات اللي تقام في مؤسسة محمد. هل إن فيه تقارير شهرية يومية أسبوعية سنوية لابد ترفع للقيادة؟ لا عندنا الحين تقارير شهرية
كذلك ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية للميتستين. ما شاء الله تبارك الرحمن. أسست 2002. نعم. شو استوى من 2002 لين الحين؟ نعم. طبعاً تأسست المؤسسة في 2002. نعم. تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد. الله يحفظه. هدف تعزيز مكانة الإمارة لمركز كمركز لريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، كذلك خلق بيئة عمل إيجابية لريادة الأعمال وتشجيع روح الريادة لتأسيس الشركات الصغيرة والمبتكرة. زين، لكن المؤسسات والشركات من استوت الدنيا موجودة في دبي. صحيح. ما بشيء جديد يعني على دبي حين الموضوع هذا. شو اللي جد؟ أنا أريد أعرف الجديد اللي أنتوا سويتوا في هالسنين اللي اختفت كلها من 2002 لين 2000 وكم حين علينا 18. هذا روح أدها. شو سويتوا؟ نحن طالع عمرك خليني أنا بعد أعويك في السلايد. عندي عندنا الحمد لله من أهم الإنجازات عندنا من إنشاء المؤسسة لين اليوم اللي هو خدمة أكثر من 23,000 رائد عمل إماراتي استفاد من خدمات المؤسسة، وعندنا أكثر من 4,000 شركة إماراتية تم تأسيسها عن طريق المؤسسة. 4,000 نعم. ما أقول عنكم شيء. زين. وعندنا برنامج المشتريات الحكومية اللي شرحناه قبل شوي حقق يعني فائدة اللي هي تقريبا أكثر من 3 مليار درهم. حق أعضاء المؤسسة. من نسبة اللي هي 10% اللي طبعاً كانت 5% في السابق الآن صارت 10%. ما شاء الله. ما شاء الله. وأكثر من 290 مليون درهم اللي هو حجم الإعفاءات والحوافز اللي تم تقديمها للشركات. ما شو بقول لك؟ يعلى الله يطول بعمر إن شاء الله شيوخنا ومعازيمنا ويحافظهم. ما بيصير. دب الدهر. الحمد لله. مسابقة التاجر الصغير. أنا سمعت عنها في المهرجان، مهرجان الشيخ زايد للتراث. في الوثبة يا غير ما تعمقت فيها ولا أعرف شو يعني هذا مهرج ها أدري بنزيد لكن نفس الطريقة. نعم. نفس الفكرة. نحن طال عمرك عندنا مسابقة تاجر الصغير. زين. بحيث يعني سوينا المبادرة هذه بحيث أن ندخل حتى طلاب المدارس وحتى المراحل اللي ما قبل المدارس، يعني اللي حتى عمره 5 سنين ممكن أن نشارك في مسابقة تاجر الصغير. كيف المسابقة هذه؟ منو ييكم التصغير بيجيكم لهني ولا هله؟ لا هو يعني هله طبعا يسجلونه ويكونون معاه. مثلا نحن نسوي مثل سوق، نعطي كل طفل مثل كشك صغير بحيث انه يجلس ويحاول يبيع الشغلات اللي هو يعني يحبها او يقتنيها. يعني خلينا نقول مثلا اللي هم الفئه الثانيه اللي هي اكبر من 14 سنه. أه. يكون عنده كشك. نعم. يبيع مثلا الشغلات اللي هو حابنها، ممكن يكون هو مبتكر شيء معين. هي نعم. يسوي إضافة معينة على منتج موجود بهدف أنه يطور من قدراته ويشوف كيف العملية تتم إذا هو كان موجود في السوق. طبعاً ما يدفع أي رسوم على الكشك هذا، ونحن نسوي مثلاً في المولات أو في أماكن يعني التاجر الصغير. هي نعم مسابقة التاجر الصغير. حلو والله. وكيف يكون تقييمها؟ طبعاً عندنا لجنة التقييم يمرون على الأكشاف كلهم ويشوفون مثلا هذا متميز، قد يكون بالعرض، ممكن يكون بالمنتج نفسه، بال يعني كيف انه يسوي دعاية حق المشروع. كل حد له اسلوب معين. سبحان الله. جزاك الله خير. الهدف من المسابقة هذه ما بس يعني تحقيق الربح، بالعكس انه لابد ان نشوف او ندخل الفئة العمرية هذه في السوق مرحلة مبكرة على اساس يشوفون الموضوع على ارض الواقع كيف يكون. سبحان الله. مشكورين على هالاهتمام في عيالنا وهاي بالاخص وهم عمر الزهور. هي. زرع فيهم حب التجارة وحب تنويع الدخل. هذا روحه انجاز وايد كبير. سعيد بن مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد
المشاريع الصغيره والمتوسطه. هي ما شاء الله عليك مدير صندوق محمد بن راشد يدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه. ما شاء الله. هلا فينا ابو عيد ايش حالك؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله فرحت بشوفك. جزاك الله خير على هالي. مشكور انت على زيارتك. جزاك الله كل خير. بالرغم انك فكيتني من حشره الريام الصبح. لا 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 ويا رب يعني اترياء يقول بنعطيكم شيء ولا شيء لين الحين ما اعطانا شيء. موجودين هنا عشان خدمتكم. الله يطول بعمرك ولا يخلينا منك. مشكورين على كل اللي تقومون فيه من خدمات جليله والحمد لله انتم الناس المناسبين في المكان المناسب. جزاكم الله كل خير. انتم متعاملين مناسبين ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله يخليك. شكرا. سعيد بن مطر، شو بتخبر الجماعه؟ نحن اليوم في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طبعا حرصنا الأول هو تمكين رواد الأعمال للبدء بمزاولة أعمالهم على مستوى إمارة دبي، وكذلك نعطيهم النصح والإرشاد من خلال تجربتنا طبعا عبر السنوات اللي طافت. طبعا مؤسسة محمد بن راشد تم إنشائها بمرسوم خاص من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بالعام 2002، ومن هذه الأيام طبعا رؤية القيادة على هذه الأيام لتمكين الشباب وتمكين رواد الأعمال ونأهلهم أنهم يبدون ويزاولون الأعمال على مستوى الإمارة. وكذلك هو دورنا طبعا ما يقتصر طبعا بس على أمور للترخيص والإعفاءات. عندنا إحنا إعفاءات من رسوم الرخص، عندنا كذلك خدمات التدريب عن طريق أكاديمية دبي لريادة الأعمال رمسنا عنها، وكذلك عندنا خدمة الاحتضان اللي هي توفر مساحات و إيجارية أكاديمية دبي ريادة الأعمال. قلنا نحن نقدم دورات تدريبية تخصصية في مجال ريادة الأعمال، وكذلك عندنا مركز حمدان للبدء والابتكار اللي يحتضن المشاريع من نشأتها يعني من البداية، ويحصل فيها طبعا رائد الأعمال على خدمات الإرشاد، خدمات الاستشارة، خدمات يعني تخص نقول نحن الدراسات المالية ودراسة المشروع بشكل عام. عندنا كذلك برنامج المشتريات الحكومية. الحمد لله رب العالمين، العام نحن تمكننا من ترسية قرابة 1.5 مليار ما شاء الله درهم على أعضائنا عن طريق العقود الحكومية اللي هي 10% اللي هي 10% اللي عند المشتركين طبعا. هي واللي عندهم الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد. وكذلك عندنا طبعا خدمة تمويل المشاريع عن طريق صندوق محمد بن راشد. واللهم لك الحمد، يعني هذا جزء من اللي نقدمه وواجبنا، ونتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق. واللهم لك الحمد. طبعا هذه الخدمات كلها تقدم بتوجيه طبعا من القيادة العليا الله يطول عمرهم. مؤسسة الشيخ محمد بن راشد يعني تعتبر من المؤسسات الرائدة على مستوى الإمارة وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، انها تعنى بريادة الأعمال وتمكين الشباب من مزاولة الأعمال والدخول في غمار مثلا تجربة في القطاع الخاص وغيره. ويد طبعا برؤيه ثاقبه انذاك في العام 2002. نشكر طبعا قيادتنا، ونحن هنا سنقدم خدمات لكافه المواطنين عبر كل الامارات وكذلك مواطنين مجلس التعاون الخليجي. جزاكم الله كل خير. يا الله يحفظك. الله يطول عمرك. شكرا. على الله يحفظكم. خلاصه في الكلام، نحن الحين نقلنا اللي نروم عليه من خدماتهم تبارك الرحمن ما شيء كثرها. ونحن ما بنوبل نيلس يومنا كامل مشاهدين هالرجال شاغلين عن دوام وعن شغله، يا غير اللي يبقى اي خدمه او اي معرفه شيء شو يسوي؟ نحن طال عمرك موجودين في المؤسسه. الشخص اللي يبغى ممكن يتفضل عندنا في المؤسسه او يزور موقع المؤسسه اللي هو www.sme.ae. نعم sme.ae، ويحصل الخدمات كاملة إن شاء الله، أو عن طريق مركز الاتصال يتصل فينا اللي هو على الرقم 04-361-3000 361-3000، ومركز الاتصال ممكن يعطونا المعلومات الكافية عن الخدمات المؤسسة. بارك الله فيك. موقعكم وين؟ كيف يعرفون حين العرب الموقع؟ موقعنا بسيط، عدال في ديرة عدال دوار الساعة بقرية الأعمال في نفس مبنى الدائرة الاقتصادية في الدور الثاني. زين. ويون سيدي يدخل وين دخلت أنا؟ إيه نعم، يدخلون إن شاء الله في الاستقبال، وموظفين المؤسسة جاهزين للخدمة إن شاء الله في أي وقت.
يوم مؤخرة طبعا من الأحد لين الخميس من الساعة 8:30 لين الساعة 3:30. جزاك الله خير. طول في عمرك. تسلم. هذه اللي يحفظكم بيئة العمل داخل شيء طبيعي. الأكثر الموظفات اللي هنا كل نساء على هالأساس ساراً اندسن قال ما نبي أحد يصورنا. هذا رجال قال ما شيخ لا بصوروني غير اللي بعد موجودين عند العملاء. إنزين فلذلك أكثر البنات قال ما يبي نتصور. هذا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك الله يحفظك. شو بيئة العمل ما شيء مكتب مسكر ما شيء مكان مقلق ما شيء خلف الكواليس. الكراسي هاي عبارة عن غرف اجتماعات داخلية. هاي مرة سمعت اللي يقول كاشوفي يعين شوفي هذا هو مرة علني. حتى مطابخكم أنتوا مكشوفات بلي البيبان. هي نعم. شو السالفة تأكلون شيء عادي علني ما شيء ممنوع ولا شيء هذا. لا لا حين قرب عاد عقب ما مزرز بطنك. لا لا ما حين اربع حبات كان الله الغي حتى 10 حبات ما يسدني انا على هالكبير بعد ما من مكتبك هذا ابويا كريم من مال غيره نقط بدين. هذا شو حينه هذا موقع حديقه الصفا. ليش مسمينه حديقه الصفا؟ حديقه الصفا استراحه الموظفين حديقه خضراء وتشرح تشرح الخاطر. اي نعم. اي نعم. وهي الشجره شو؟ هذه شجره الامنيات. زين. للموظفين. وانت شو تمنيت انت؟ خلي الموظفين. انا صراحه تمنيت اني اترقى. ترقى ولا تاخذ ثانيه؟ لا لا الثانيه لا. ما فيك؟ لا لا ما يا غميضه. القلب واحد. اي نعم. والحمد لله ما قلب واحد متروع منها كأنك. لا لا. يا ربي. ما في غير من الله. فهذه شجرة الأمنيات كل واحد يحط أمنيته لهالسنة ونحن كإدارة نحاول أن تدرسون الأمنية نحقق للأمنية. جزاك الله خير. سلموا أبوي على الجماعة اللي عندكم كلهم. فرحت بهاللقاء ومشكورين على حسن الاستقبال وحسيت كأني راعي المكان. شكرا جزيلا لكل ما تقومون به لخدمة المجتمع والبلاد. يعني الله يحفظكم ويبارك فيكم. شكرا جزيلا. شكرا انت بعد ما قصرت وسامحنا شوي مزحي كان تجيل وياك لكن شو اسوي انا ما امزح الا ويا الوادم اللي احبه. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. الشيخ احمد بن محمد الله يحفظه يطول بعمره. هذا جانب من الصور من جائزه الشيخ محمد لدعم مشاريع الشباب على السنين اللي طافت الجهات الداعمه كذلك في رواد الاعمال اللي استفاد اللي فازوا بالجوائز. شيء هناك بعد جزء ثاني نسير لهم ما بنخلي شيء يفوتنا. هذا جزء ثاني من الصور بارك الله فيكم بعد. صور تذكارية. كل سنة يكون في تصوير. كل كم سنة يطلع عندك. ما يبال الكلام ليش سويت زوم يعني ما يبال الكلام ليش سويت زوم. قال أحبك يا ولدي أحبك يا نافعي. مرة ما يبال رمزة محسن تقعدت فيك كل ده تقعدت في ستاربكس. ستاربكس أنت معزوم. معزوم بعد مع مين اللي عازم منك على إيه؟ شربت اسبريس وشربت كابتشينو وشربت حاجات كثيرة وطول ما أنا قاعد بتعزم وكل ببلاش ما دفعتش ولا فلس. انت عارف مشهور بقى الناس عارفين. يلا يلا السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ غدا خلاص ولا ما في خلاص؟ خلاص خلاص غدا؟ ما نريد غدا؟ ما يبغى غدا ما يبغى غدا ما يبغى هذا كربيع اللي هاك يوم قال يبغى غدا هذا ابوي قال اليوم ما يبغى غدا.
زين شو بيدينا بالحين؟ وهذا مبتسم وهذا بغض وهذاك لطيف وهذا عنيد. من اول حق محسن شفت عرو عيني وكذا. محسن وانت حتى تاكل على فلوس حاطط فرشه فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك ويا. شكرا بارك الله فيك. الله يطول عمرك منور مره ثانيه. شكرا شكرا يا الحلو. الله يغنيك طول عمرك على كباب استاذي ريال محترم خالد. الله يطول عمرك. الله يغنيك ان شاء الله. مشكور بارك الله. شكرا شكرا. بسم الله بسم الله. محسن انا جاي على سال على هالاكل جاي مخصوص على شان هاي باذنجان. بعد بديت محسن قلت فقدت محسن القمر هذا اللي خص الله تاكل قمر. هي بديت الموج البحر هذا هاي مراي والله ابو احمد اول شيء كاستمر. شكرا ابوي. العيش هناك اثنين عيش اثنين عيش هناك ان شاء الله. بسم الله بسم الله. شكرا. ها محسن منور يا محسن. هاي رمان عقل الورد. ايوه بسم الله بسم الله بسم الله صح والعافيه ان شاء الله. شكرا حبيبي. هناك حطه هناك اعطهم اياه. انا ما اريد هذا انا باكل بس اللي من هذا. الاثنين هي حقي انا روحي وحده. صح والعافيه هني. ايه؟ بسم الله بسم الله صح والعافيه ان شاء الله. هاي مرقه بيليان انا اعشقها عشق. طول عمرك ان شاء الله. وعمرك حبيبي وعمرك ان شاء الله. الله يغنيك. هاي صورتي ها؟ اي نعم. وين حاطي؟ موجود 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 ما اشوفه. وين منك عدا هيك؟ هي والله انا ومنهل هرب الله تكلموني بالقمر انا وقعت فيه. شكرا شكرا شكرا. امين يحفظك. شكرا شكرا. زين ما شيء بسم الله ما شيء ما شيء اعوذ بالله ما شيء قل هو الله احد. انا ابوك قول بسم الله حبيبي. جيت ريال شايفنا في دبي مو قبل كذا شهر. هو من دبي ويشتغل في ابو ظبي يداوم وحرمته من الدمام وخوالها من الخبر. شوف ما شاء الله شوف الصدفه ما زينها. اي والله شيء جميل يعني. الله يحفظك يبارك فيك. انا ما عرفتك اول بادي بس سعيد تسعدني يا ورتك يعليني ما بين حزنك. والله مرحبا نصلي بارك الله فيكم العصر في هالمسيد ان شاء الله. الله جعلنا من الحيين. هي نعم نأخر الصلاة أكثر عن شيء. بس هذا حين لقطنا طائر في المسيد برا مصلي بواحد اللي يعني من الحق ورا شارع الشيخ زايد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تحفة معمارية المسيد شيء قمة في الجمال وقمة في الروعة. بيت من بيوت الله يزاه الله خير أو يزاه الله خير كانت حرمة ولا ريال اللي مسوي هالمسيد ما شاء الله عجب العجاب. نعم أن عجب العجاب. سبحانك يا رب شيء جميل الروعة. تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله في كل زاوية من زوايا المسيد تلقط شيء شغل متعوب عليه شيء ما شاء الله. يعني تحس انه في كل مغز ما شيء مغز ابره الا في شغل. ما في مغز ابره الا في شغل. يعني تدور مكان فاضي او قطعة فاضي من المسيد مش متعوب عليها او مش مشتغل فيها او مش مستوي فيها فن معماري اسلامي ما تلقط. في كل زاوية من الزوايا في كل مكان يزاه الله خير ان كان ذكر او انثى اللي قام بهالعمل.
من بناء ومن تصميم ومن تراخيص من صاحب الملك واللي مول واللي بنى لجله واللي بنى بسمه الله يرحمه كان ميت والله يطرح فيه البركة كان حي. سبحانك يا رب تبارك الرحمن. والمغاسل حرامي وين غرفة الوضوء ينهى تحرى عمرك في ثلاجة شيء عجبة أن شيء غريب عجيب ما شاء الله تبارك الرحمن. يتمصلى في يوم من أيام الله في الجمعة إن شاء الله ليش لا إذا الله كاتب لنا نصيب. وتبادل أني كنت موجود في دبي مخطف طريق أصلي الجمعة ليش لا. أقول لكم المغاسل مغاسل ثلج والماء ثلج جامع مصبح راشد الفتان جامع مصبح راشد الفتان افتتح يوم الجمعة 27 شوال 2009 ما شاء الله كم من سنة 7 سنين 8 سنين ونيشان المسيد صورة حياة الشيخ زايد هذا شارع الشيخ زايد صورة حياة زايد شارع الشيخ زايد زين والصورة صورة الشيخ زايد اللي مشاهد المسيد هذا للي يبي يشوف تحفة المعمارية الجميلة هذه يكون وقت صلاة ولا مو بوقت صلاة أنت حتى لو صلي في ركعتين سنة السنن وانت خاطف شيء جميل جميل يعني إن الله يرويك مكان مثل هذا يعني سبحانك يا رب جزاه الله خير يبان لنا. نعم 13 مره ورا بعض كلمه فراري 13 ورا بعض وبسرعه يلا فراري لا بسرعه فراري. مش بسرعه بسرعه ازاي يعني فراري كده اربعه فراري 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 بس كمل ايه بعد خمس تاني خمسه ايش فراري صوت عالي فراري او خمس لا فراري 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 زي محسن نعم قول فراري فرني بفراري مين يلا بسرعة عادة استنى ايه فرمي لا فراري فرني بفراري مش عارف اقولك لا والله تقول فراري ايه فراري فرني بفراري فرم فراري لا فراري فرني فراري مش عارف خلص عادة فرم فراري لا 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 فراري فرني بفراري يعني مش عارف اقولها كمل عادة فرم فراري صح كده فري فرم انت تلخبط شوف فراري شوف استنى فراري فرني بفراري فراري فرم فراري صح كده بصوت عالي فراري فرم فراري فراري فرني بفراري والله مش عارف اقول فراري فرم فراري يالله الا ترمس عنك سامحيني يا البنت السعوديه اللي مساعه هناك في مؤسسه محمد بن راشد نسيتك والله يلا استوياها من مكتب لين مكتب من اجتماع لين اجتماع نسيتك يا بنتي سامحيني يا الفضيحه توم طرشت لي مسج انت ايش اسوي نسيتك هرني يا لس دقيقة حشرتهم ما خليت بقعة في مكتبهم مساكي عدالي مرحبا بياسر مرحبا مرحبا بياسر عرفات انت ايش قاعد بعرف ندخل على اليوتيوب نروح البحث
نكتب خالد الخالدي بالعربي أو بالإنجليزي، بتلقطون مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب أو متابعة بالعربي، وندق على الجرس، وبهالطريقة بيكونون بتكون أنتوا اشتركتوا في القناة. توني يا توني حلي لميت بالحر توني حتى ضعف فقير. توني يا توني صلات هلوي يا توني. السلام عليكم يا مهر، كيف حالك؟ السلام عليكم صلاح. سر ود هناك، ود المطبخ التحضيري، ود المطبخ التحضيري يا زلنا، قول بنطعمهم لنا. ها دواركا، شلي هذا الأكل عن محسن وخلو ينزل. صعب ولا صراحة؟ أنا بيك، أنا حبيبي بيك. هذه الدهنة حين على الضوء. هاي أبوي ذبابتنا مرة على الضوء، شوفوا حين مرة صافية. بعدها كم باقي حبيب؟ بعد ساعتين. بعد لها حين ساعتين بنحط لها دواها. خلاص دواء؟ وديت مطحنة؟ ما شاء الله طحنتوا خلاص؟ ما شاء الله. أشوف تحت واحد مغسول ومهبوب ومهنهن ومطحون. شكرا يا حبيبي. واجل شوي وبيصفو، من يصفو ابدا. عقينا ابوي دوياته وخلينا نص ساعه ساعه طفينا عنه، بس تعتزل الخلاصه عن الدهنه. السلام عليكم. تمام بقت؟ الحمد لله. وقت وايد لشوية؟ شوية. يلا تعال. ها محسن. نعم. روح طيح شوية هناك. يلا. الميلس بارد الخيمة. الله صلاح. هذا بارك الله فيكم مريا الذوابه، له ما يقارب كم حفيظ؟ 8 ساعات على ضوء ناقصه. شوفوا نحط الصبح والحين غادي صافي مره، صافي ما في ادنى تدون من الرطوبه، فلذاك الحين غايه نحط الدواء. فهذا وقت حط الدويات على ما تشوفون، نحط الدواء ولين يصير وينضى، تعتزل الخلاصه اللي هي الدويات، تعتزل روحها، يرد يصفو مثل قبل ما حطينا الدواء ماله. ويازم عقب بعد على ضوء قاصر مده وتتطفى عن الضوء. ويازم ابوي عليه ينبخ الكنديشن لين بالباكر، باكر بعد مرور 24 ساعه ينصب بدباب وغراش. ويازم عاد التعبئه والبيع عاد خلاف ورا باكر ولا اللي عقبه على هالمنوال. دحنا صافي اصليه. شوف الضوء ما تبين الضوء، الضوء تلحق الجدر، فلذلك نخلي مدة طويلة. اللي يقولون والله نحن ما نخلي هالكثر الجدر، ايه نعم الدهن ما تتم وايد اذا الضوء مشلوطه، نحن هباب ما تلحق الضوء الجدر، فلذاك ينضى على دوبه، ينضى على دوبه، ما بمشلوط. فرق بين يوم بتخدم شيء مشلوط مال هوي هوي وتخدم شيء براض على دوبه. نحن ما مستعيلين على شيء ولا بالقوم تروغنا. هذه طريقه خدمه الذواب اكثر عن 34 سنه ونحن ماشيين على هالمنوال، ما في اختلاف من 34 سنه. هاي الطريقه ما اختلف يوم من ايام الله شيء فيها، اذا ما تزين وسنتين ما تعود، سنتين قرنتي ما تعود.